بالعافية. امبارح نزل عندنا حوالي نص متر من الثلج مرة واحدة. طبعا الدرايف واي بحط لكم صور اخرها كيف كان، اشي مأساوي. هذول الجارين قاعدين بيمشوا وبيساعدوا بالناس، ساعدوني، شايف كيف ماشيين وبحاولوا يساعدوا العالم بالسنو بلور، نظفوا لي الدرايف، الله يعطيهم العافية. وهون لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، ويكون وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني أو يورثني. فكل هذه الشغلات تحكي لنا كيف لازم إحنا نتعامل مع جيراننا. الجار مش فقط هو إنسان ساكن جنبك، بس هو أقرب لك، قد يكون من أهلك وأصدقائك وقرائبك. والله أعطيكم العافية، بدي أروح أكمل أنظف الباقي، ويسلموا إليك ويا ديفيد وجيمس.